السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأربعاء الموافق للأول من شهر يوليو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الوطن والتي استهلت: الملك يصادق على تعديل تملك مواطني الخليج للعقارات والأراضي في مملكة البحرين. 135 ألف حساب يستفيدون من دعم الكهرباء بالمسكن الأول. ومع صحيفة البلاد والتي نقلت في أولى صفحاتها لهذا اليوم: سمو رئيس الوزراء، الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا تعزز الاستقرار. خفض مدة الحجر المنزلي إلى 10 أيام للمسافرين والمخالطين. وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي بيّنت في أولى صفحاتها: التنسيقية تطلع على إنجاز مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. ومع عناوين صحيفة الأيام والتي نشرت: الأعلى للصحة، مراجعة الاستعداد لاستئناف الحياة الطبيعية. سوق العمل، تخفيض رسوم العمل الشهرية 50%. نطالع من صحيفة الأيام أن المجلس الأعلى للصحة برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة أعلن مراجعة الاستعدادات لإعادة استئناف الحياة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ودراسة التجارب الدولية والاستفادة منها لوضع خطة للحد من انتشار فيروس كورونا. نطالع من صحيفة الوطن أن الحكومة تبدأ اليوم بالتكفل بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول للفترة من شهر يوليو وحتى شهر سبتمبر المقبل. وبقلم الكاتب عبد المنعم إبراهيم، نشر صحيفة أخبار الخليج مقالا والذي جاء بعنوان: حزمة دعم جديدة للمواطنين، شكرا للتوجيهات الملكية. فإلى أبرز ما جاء فيه: تأتي حزمة الدعم الاقتصادية الجديدة لمواجهة جائحة كورونا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى. وأقرتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وبحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء. جاءت هذه الحزمة الاقتصادية الجديدة لتؤكد أن الدولة تقف دائما إلى جانب احتياجات المواطنين المعيشية واليومية، خصوصا في ظل الأزمة العالمية لمواجهة فيروس كورونا. هذه الحزمة الاقتصادية الجديدة ليست سهلة على ميزانية الدولة، فقد تحملت الدولة أكثر من ذلك خلال الشهور الثلاثة السابقة، وها هي الآن تجاهد النفس لكي ترفع العبء عن المواطنين 3 أشهر إضافية. حقا إنه عبء ليس يسيرا على ميزانية الدولة، لكن الحمد لله أننا في البحرين نحظى بقيادة سياسية حكيمة تتعامل بروح الإيثار والتضحية لصالح المواطنين. لفتت صحيفة الأيام أن هيئة تنظيم سوق العمل أعلنت عن تخفيض رسوم العمل الشهرية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل بنسبة 50% لمدة 3 أشهر للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا. بيّنت صحيفة البلاد أن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا قرر خفض مدة الحجر المنزلي الاحترازي من 14 يوما إلى 10 أيام للمسافرين والمخالطين، وذلك في إطار متابعة وتنفيذ الخطط بما يتناسب واحتياجات كل مرحلة.
مبروك لوزارة التربية والتعليم التفوق. بهذا العنوان نشر صحيفة الوطن مقالا لفواز العبد الله، فإلى هذا المقال. أثبتت البحرين بشكل عام ووزاراتها ومؤسساتها بشكل خاص أنها على قدر التحدي والمواجهة، فأبدع الجميع، منها وزارة التربية والتعليم التي شهدت تحديات غير مسبوقة ومنعطفات كادت تشل الحركة التعليمية لولا جهود الجميع في هذه الوزارة بلا استثناء من العبور بنجاح وإنهاء العام الدراسي دون أن تتأثر العملية التعليمية ودون أن يفقد الطلبة حقهم في الحصول على التعليم الكافي. أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا وجود البنية التحتية القوية والكوادر المؤهلة والقابلة للتكيف مع الظروف والقابلية للعمل تحت مختلف أنواع الضغوط. إن جائحة كهذه الجائحة التي تمر علينا وجب أن نوثقها ونوثق ما تم خلالها من قصص نجاح ساهمت في أن تكون البحرين بكوادرها الوطنية مثالا يحتذى به ومضربا للأمثال وهدفا للباحثين والمتخصصين. هذا وأكد مصدر رفيع لصحيفة أخبار الخليج أنه تم تحليل القطاعات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا التي تستحق الدعم، وهي حوالي 10 قطاعات. نطالع من صحيفة أخبار الخليج أن طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين أعلنت عن استئناف رحلاتها المباشرة إلى كل من أثينا والقاهرة، وذلك بدءا من اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنها تواصل العمل مع السلطات الحكومية في مختلف الوجهات لاستئناف عملياتها بمجرد فتح المطارات. هذا وخطت الدكتورة زهرة حرم مقالا في صحيفة البلاد والذي جاء بعنوان أبطال نظم وتكنولوجيا المعلومات، فإلى المقال. على مسرح كورونا التراجيديا العريض شاهدنا أبطالا يمثلون أدوارهم بحرفية وإتقان، انفعلنا لانفعالهم وكانت نداءاتهم التحذيرية لنا تترك صداها الكبير في أنفسنا كلما تقدم واحد منهم على حافة المسرح نحونا. الأطباء والطواقم الطبية الممثلون الرئيسيون الأشهر على هذا المسرح، فهم على نقطة تماس حادة مع المرض والمريض، كل الأعين تتجه نحوهم، كل الكاميرات تلاحقهم، كل الأقلام تكتب عنهم، كل الألسن تهتف بهم وتشيد وتعظم، ولا عجب أنهم سيتحولون إلى قصة فخر ترويها كتب التاريخ القديمة. كلنا امتنان لهم، ولكن ليسوا وحدهم، كانوا في قلب المسرح ودائرة الصراع للحدث الكوروني. نقلب الأحداث من شاشة لأخرى، نعيش حياتنا اليومية، نخاطب القريب والبعيد، ونستأنف أعمالنا أو تعليمنا أو اجتماعاتنا منفتحين على العالم. لولاهم هل انتبهنا إلى أدوارهم؟ هل عرفناهم؟ إنهم العاملون في نظم وتقنيات تكنولوجيا المعلومات الذين توجهت إليهم الأنظار دولا ومؤسسات وأفراد لينقذوا ما دمرته كورونا عبر أنظمتهم الإلكترونية. هؤلاء وجدوا أنفسهم فجأة يعملون الليل والنهار دون توقف. تحية لجميع العاملين في المجال التكنولوجي والنظم المعلوماتية وشبكات الاتصالات الذين سيقودوننا نحو العالم الرقمي بخطى حثيثة واثقة. هؤلاء أبطال اليوم ونجوم الغد. نقلت صحيفة الأيام أن صحيفة الشرق الأوسط ذكرت أنه من المؤمل إعادة فتح جسر الملك فهد أمام حركة المسافرين في 27 من شهر يوليو الجاري، مع وضع بروتوكولات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا.
نشرت صحيفة البلاد مقال للكاتب رائد البصري في صحيفة البلاد، والذي جاء بعنوان كوفيد 19 والتكافل الاجتماعي عالميا ومحليا، وقال فيه ما يلي: إن الأزمات قادت لزيادة رصيد شركات التكنولوجيا الرقمية، ولعب دورا بارزا في ازدياد ثراء أصحابها، مما خلق فجوة في تلك الدول. ولكننا في البحرين نرفع تحية خاصة إلى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على تقليل الفجوة الاقتصادية في وطننا الغالي في ظل الجائحة، برفع مساهمة المساعدات لمختلف شرائح المجتمع البحريني من الأرامل والأسر المتعففة وأصحاب المهن البسيطة، مثل الأفراد الذين يقتاتون على أجر العمل اليومي. إلى الأخبار المنوعة من الصحف المحلية لهذا الصباح، حيث بيّنت صحيفة الأيام أن اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أعلنت خلال اجتماعها عن بعد عن اكتمال تنفيذ 16 مبادرة تقنية في برنامج الحكومة من أصل 44 مبادرة. في إنجاز فريد من نوعه، نقلت صحيفة أخبار الخليج أن 6 من طالبات الدمج الصم تمكنوا من التفوق واحتلال مراكز متقدمة في قائمة شرف خريجي الثانوية العامة. نطالع من الصفحة الأخيرة لصحيفة أخبار الخليج أن الطالب تميم الجودر نجح مؤخرا في تحقيق المركز الثالث في مجال الإبداع والابتكارات في تصميم الألعاب ضمن جائزة تورانس للإنتاج الإبداعي، حيث قام بتصميم لعبة لوحة التوازن التي تساهم في زيادة مستوى الانتباه والتركيز عند الأطفال. وفي الشأن التعليمي، لفتت صحيفة الوطن أن رئيس العلاقات العامة بجامعة البحرين غسان الشهابي أكد أن تسجيل الطلبة المستجدين سيفتح خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن التسجيل سيكون إلكترونيا حتى لغير الساكنين في البحرين، ولن يكون هناك حضور شخصيا. كما نشرت صحيفة البلاد أن رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي أعلن عن موافقة الحكومة على تخصيص جزء من ساحل الغوص لصالح إنشاء فرضة للصيادين، والذي سيساهم بشكل كبير في تحقيق جزء من الأمن الغذائي في مملكة البحرين. وبهذا الخبر مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.